يا ترى هل البنك المركزي هيرفع سعر الفايدة من تاني في الاجتماع الجاي؟ الناس في كل مرة بتسمع فيها قرب انعقاد اجتماع البنك المركزي المصري بتحط يدها على قلبها وتخاف من رفع أسعار الفايدة ومن ثم ارتفاع أسعار الخدمات والمنتجات. بإذن الله البنك المركزي هيجتمع يوم 18 مايو الجاري علشان يقرر هل هيتم رفع معدل الفايدة تاني ولا لا، خاصة ان ده بيعتبر الاجتماع الثالث في 2023. المؤشرات بتقول ان البنك المركزي مش هيرفع سعر الفايدة في الاجتماع الجاي، وده لان معدل التضخم في مصر بلغ 30.6% في ابريل الجاري، وبالتالي مفيش حاجة ماسة قوي لرفع سعر الفايدة. طبعا لسه المعدل مرتفع، لكن مش قياسا لما كان معدل التضخم عند 40%. من هنا جاءت اغلب التوقعات في اطار انه هيتم تثبيت سعر الفايدة في الاجتماع الجاي ومش هيتم رفع معدل الفايدة. وزي ما احنا عارفين رفع الفايدة بيتم عادة لمواجهة التضخم المتزايد، وده بيقلل من القروض بسبب ارتفاع الفايدة على المقترض وبيساعد أصحاب الشهادات علشان بياخدوا عوائد كبيرة من الشهادات.